السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي متابعي مجموعة طب الأسنان مباشر دنتسري أونلاين، في البداية طبعا نشكر هذه البادرة الطيبة من الزميل والأخ الحبيب الدكتور مازن دوماني على إتاحته الفرصة لنا للمشاركة بمؤتمر دنتسري أونلاين، وأتمنى إن شاء الله أن تكون المحاضرة إن شاء الله مفيدة للجميع. طبعا هنتكلم اليوم عن نحاول نبسط موضوع الجيو ريليشن ريجستريشن. طبعا دائما بالنسبة للدنتال ستودنتس في عندهم صعوبة، في عندهم رهبة من موضوع جيو ريليشن. الآن نحن اليوم هنتكلم، هنحاول بشكل مختصر نبسط الموضوع ونوضح الـ materials and methods will be used during registration of your relation. بداية طبعا الهدف من المحاضرة is to provide dental students with the basic knowledge regarding the steps of your relation registration in complete and partial dentures. حالات الكومبليت وحالات البارشل نحاول بشكل مختصر نعطي guidelines كيف هتكون خطوات العمل لما نعمل الجيو ريليشن، بالإضافة إلى نأخذ لمحة سريعة عن المواد اللي ممكن تستعمل as inter-occlusal recording materials. طبعا المعروف أنه لما نشتغل أي teeth replacement هي oral rehabilitation، المفترض في عندنا سلسلة من الخطوات اللي حنمشي عليها. طبعا كل خطوة لازم تنفذ بعناية، تنفذ بحذر وبدقة شديدة. بداية طبعا من الـ impression, primary impression, final impression حتنعمل بشكل دقيق وصحيح. طبعا الخطوة اللي بعدها المفترض الكاستات نعملها mounting على الارتكيولاتور، وهون حتصير عنا يعني نوعا ما بعض الناس ممكن يكون عنده رهبة من موضوع الجيو ريليشن. بهي المرحلة بالذات المفترض نكون دقيقين، لأنه في كثير حالات كانت الامبريشن بيرفكت، كان الشغل كله تمام، ولكن بسبب خطأ بالجيو ريليشن فشل العمل. فلهالسبب المفترض نكون دقيقين. والآن المفترض موضوع الجيو ريليشن هو طبعا لما نعمل ريكوردينج للجيو ريليشن هو الطريقة اللي صارت معتمدة نوعا ما، أو هي الموست كومون ميثود تو ماونت تو ترانسفير ذا جيو ريليشن فروم ذا بيشنتس ماوث تو ذا articulate. طبعا بداية قبل ما ندخل بصلب الموضوع راح طبعا نشرح بعض المصطلحات اللي حنستخدمها خلال المحاضرة، وضروري كثير نميز بين هاي المصطلحات. طبعا لما نتكلم عن centric relation و centric occlusion، طبعا في ناس كثير ممكن يكون عندها confusion بالموضوع هذا، نحن لازم نوضح الموضوع تماما، ولازم طبعا نكون على دراية بالموضوع قبل ما نبدأ بإجراءات الجيو ريليشن. Centric relation أو العلاقة المركزية is the most retruded relation of the mandible to the maxilla when the condyles are in their most posterior unstrained position in the glenoid fossa and from which relation the lateral movement can be made. عمليا نحن لما طبعا البيشنت اللي خاصة الكومبليتلي ايدنتشلس بيشنت، البيشنت اللي خلع كل أسنانه عنده ولا أي سن، الأوكلوجن عنده ضاع، هي الحالة المفترض اللي هنعتمد عليه هو centric relation اللي هي bone to bone relation، هي علاقة المانديبل مع المكزيلا. لما يكون المانديبل، لما تكون الكوندايز أو اللقم بأقصى وضع خلفي ضمن TMG. طيب هي أقصى وضع خلفي للمانديبل بالنسبة للمكزيلا. إذا نحن عم نتعامل مع bone to bone relation، علاقة عظم جو to جو، علاقة عظم مع عظم، تمام. الأسنان ما لها دخل حتى لو كان في عندنا remaining teeth، تمام. طبعا حتى البيشنت اللي عنده اسنان في عنده سنتريك ريليشن وعنده سنتريك اوكلوجن. الان طبعا السنتريك ريليشن مثل ما حكينا بغض النظر عن علاقه الاسنان، بغض النظر بشكل كامل عن علاقه الاسنان، هي وضعيه المانديبل مع المكزيلا، علاقتهم لما يكون المانديبل باقصى وضعيه خلفيه. طيب هذا بالنسبه للسنتريك ريليشن. سنتريك اوكلوجن الان هو اوكلوجن اوف اوبوزينج تيث وين ذا مانديبل از ان سنتريك ريليشن تو ذا مكزيلا. يعني لما يكون المانديبل باقصى وضع خلفي
علاقه ويفي للبيشنت اسنان راح تتشابك مع بعضها. هي العلاقه نسميها طبعا سنتريك اوكلوجن. طبعا هي ممكن may or may not coincide with the maximal intercuspal position اللي هي وضعية التشابك الحدبات بشكل أعظم. طبعا الماكسيمال intercuspal position اللي هي طبعا الكومبليت intercuspation of the opposing teeth independent of condylar position. يعني بعبارة أخرى أن المفترض بغض النظر عن وضعية المانديبل بالنسبة للمكزيلا هي علاقة الأسنان لما تكون الأسنان متشابكة بشكل كامل، وهي اللي بنسميها طبعا بالعربي تشابك الحدبي الأعظم. طبعا هي بغض النظر عن وضعية الكوندايلر بوزيشن. اللي بيهمنا أنه يكون في عندي أنا كومبليت انتركاسبيشن بين أبر أند لور أوكلوزال سيرفيسز أوف ذا أبر أند لور تيث. الآن لما نعمل الجيو ريليشن ريجستريشن اللي هو محور محاضرة اليوم، شو المقصود بالجيو ريليشن ريجستريشن؟ The making of record of geo relation present to allow their transfer to an articulator to assist in proper fabrication of a dental prosthesis. بهمنا نسجل العلاقة اللي هي بتكون موجودة بين الأبر بين المانديبل والمكزيلا بفم المريض، وننقل العلاقة بشكل نثبت الأبر واللور كاست على الارتكولاتر بشكل صحيح، وتكون العلاقة بين الكاسات على الارتكولاتر مماثلة تماما للعلاقة بين المانديبل والمكزيلا بفم البشر. الآن شو هي الماتيريال اللي ممكن نحن نستعملها؟ طبعا في عنا خيارات كثير كماتيريال نستعملها as interocclusal registration materials. طبعا هي الماتيريال بالأساسية طبعا بالأساسية impression material، ولكن دخل عليها شوية تعديلات بشكل أنه تحقق قدر الإمكان الـ specification of ideal bite registration material. نحاول قدر الإمكان نسرع الـ setting time، نسرع زمن التصلب شوي حتى ما يتحرك البيشنت هو عاضد. حاول قدر الإمكان material ما طبعا تكون rigid after setting. هنتكلم بعد شوي عن الـ properties اللي طبعا should be available in bite registration material. طبعا نحن لحتى نحقق طبعا satisfactory interocclusal record the bite registration material should have the following characteristics. number one low viscosity. المفترض الماتيريال تكون لزوجتها نوعا ما قليله بشكل البيشنت ما يشعر بازعاج وهو بيعض. المفترض البيشنت يعض على المرتاح بدون اي interference بدون اي تداخل. تمام الماتيريال لما تكون لزجه او تكون كثير شوي نوعا ما قاسيه فنوعا ما البيشنت هو بعض ممكن يروح باتجاه اليمين او الجهه اليسار حتتغير عنده جوريليشن. هذا الشيء حيعطيني فولس انتر اوكلوزال ريكورد. نقطه ثانيه لو ريسيستنس تو مانديبولر كلوزنج، يعني لما يعض البيشنت ما يشعر باي ريسيستنس باي مقاومه. نقطه ثالثه طبعا المفترض ما تلصق مع الاوبوزنج تيث نو ادهيرنس تو ذا اوبوزنج تيث. النقطه الرابعه البلاستيسيتي اللي هي طبعا هي المفترض الماتيريال طبعا لما يعض البيشنت حتاخذ شكل الاسنان او الاوبوزنج بوكس الموجود فوق. لما يصير سيتنج اب ونشيلها في فم البيشنت المفترض الماتيريال ما تكون الاستيك ما ترجع ما يكون فيها مرونه لترجع للوضعيه اللي كانت عليها قبل العض، فهي لازم تاخذ شكل وتستقر عليه. طبعا شود هاف الماتيريال هي شود هاف بروبر وركينج تايم، يكون لها وركينج تايم مناسب والسيتنج تايم ما يكون كثير طويل حتى طبعا سبع سيتنج and remove the record from the patient's mouth. Number six rigidity after setting. طبعا after setting material should be rigid حتكون طبعا hard طبعا to avoid any compressibility اي امكانيه انه تنضغط الماتيريال، لانه احيانا لما ننقل الريكورد على الكاستات ونحاول نقفل الابر مع اللور كاست احتمال يعني مثلا المعمل او التكنيشن اللي عم يسوي الماونتنج ممكن يضغط زياده شوي، فهذا الشيء ممكن اذا الماتيريال هي فيها قابليه للانضغاط هذا الشيء حيأثر على دقه الريكورد. Precision of details طبعا المفترض يكون فيها details accuracy عاليه حتى تعمل recording للاوكلوزال surfaces of the opposing teeth، تطبع الاسنان تطبع الاوكلوزال surface او سطوح الطاحنه للاسنان بشكل دقيق. هذا الشيء حيساعد بعدين انه نرجع نركب عليها الكاست. Material should be dimensional
stable, ما تتغير أبعادها بعد فترة بسيطة. Should be easy to handle, سهلة التعامل, منخفضة التكلفة, في مقبولة بالنسبة للمريض, ما فيها طبعا bad odor, ما فيها ريحة أو طعم ممكن يزعج المريض. هاي الأمور كلها المفترض طبعا تتواجد بال site registration material. طبعا ما في material حتجمع بين كل هالمواصفات. الآن حنشوف, حنتكلم عن الماتيريال اللي ممكن نستعملها بحالات طبعا الانتر اكلوزل ريجستريشن. ماتيريال كثيرة في عنا, ممكن يكون الامبريشن بلاستر, الجبس, المودلينج كومباوند, مودلينج واكس, زنك اوكسايد اند يوجينول امبريشن بيست, اكريليك ريزن اند الاستوميريك انتر اكلوزل ريكوردينج ماتيريالز. طبعا هاي المواد كلها ما في مادة من هاي المواد تجمع بين كل المواصفات اللي تكلمنا عنها, ولكن كل مادة هنلاقي في لها إيجابيات وفي لها سلبيات مختلفة عن المادة الثانية. الآن لو بدينا طبعاً عن الامبريشن بلاستر اللي هو بالأساس استعماله جداً نادر. طبعاً لما نستعمل البلاستر هو طبعاً لما نتكلم عن الأدفانتج طبعاً بيعطينا هاي أكيوريسي, لأنه هو طبعاً عنده إمكانية أنه يطبع طبعاً الروزل سيرفيس with high details. النقطة الثانية after setting will be rigid, هيكون طبعا hard بعد setting, وهذا الشيء بيمنع مثل ما حكينا انضغاطية records. والنقطة الثالثة طبعا will not distort with extended storage, يعني هو عمليا dimensional stable. طيب هاي كadvantage. كdisadvantage طبعا هو بالأساس مادة استعمالها قليل, مادة شوي مزعجة, صعبة نعمل عليها control وخاصة بفم المريض. طبعا الـ setting time شوي هياخد وقت أكثر, حتى لو كان أنه هي مفترض أنه أسرع من البلاستر العادي بس هياخد وقت أطول شوي. وآخر شيء أنه الريكورد اللي هنحصل عليه بالأخير هو طبعا بريتل, هو هش ممكن يتكسر منه أجزاء بسهولة, وهذا الشيء ممكن يأثر على دقة الريكورد. الآن الماتيريال الثانية اللي ممكن نستعملها اللي هي المودلينج كومباوند. المودلينج كومباوند طبعا هي ثيرموبلاستيك ماتيريال, طبعا لما نغمرها بالهات ووتر تصير will be soft and will be set after cooling, لما تبرد حتصير hard. طيب بهي الحالات هي الماتيريال طبعا عادة استعمالها ك bike registration material أقل شوي, مثل ما قالها طبعا هي as impression material هي في لها limited indication. كمان استعمالها بحالات ال jurisdiction شوي نوعا ما خلينا نقول محدود. طبعا ميزتها الاساسيه انه بعد السيتنج بتصير فيري ريجيد, حتكون هارد بشكل واضح, فهي واحده من الميزات الاساسيه الموجوده بهي الماتيريال. بالمقابل في عندنا سلبيات كثيره, الديتيلز اكيوريسي عم تكون اقل لان بيكوز اوف هاي فيسكوسيتي الماتيريال شوي لزجه, ممكن تعطينا مور ريزيستنس ديورينج مانديبولر كلوزينج, لما يعض البيشنت بيشعر بمقاومه, فهذا الشيء حيخليه يعمل ديفيشن, انزاح باتجاه اليمين او باتجاه اليسار او باتجاه الامام, هذا الشيء ممكن يعطيني فولس ريكورد. طبعا النقطه الثالثه انه ممكن يعمل ابريجن اوف ذا وركينج دايس, يعني لما تكون حاله فيكس بروثيسس, حاله كراونز, حاله بريدج, بهي الحالات نحن مفترض ما نستعمل الكومباوند كبايت ريجستريشن ماتيريال, لانه ممكن ياثر على الكاست خلال الماونتينج, ممكن يعمل ابريجن او ممكن يعمل تاكل بالاكروزال سيرفيس اوف ذا دنتال داي. الان الماتيريال الثالثه اللي ممكن نستعملها از بايت ريجستريشن ماتيريال اللي هي الواكس. طبعا الواكس اللي هي خلينا نقول من ناحيه الاستخدام رقم واحد شائعه بشكل كثير كبير, هي الموست فيرساتايل اند كومنلي يوزد ماتيريال. رغم السلبيات الكثير اللي لها, رغم المآخذ اللي عليها, ولكن هي المادة الشائعة أكثر عند أكثر الأطباء. طبعاً because of easy manipulation, التعامل معها سهل جداً and low cost. بالمقابل في سلبيات كثيرة, لما نتكلم عن السلبيات الماتيريال طبعاً has low ability to reproduce the occlusal surfaces accurately, كدقة كaccuracy دقتها أقل من باقي, اقل من لما نتكلم عن الزنك اوكسايد يوجينول امبريشن بيست, ولا نتكلم عن الربر بيست ماتيريال. ما بتعطينا كثير ديتيلز عاليه. طبعا ممكن طبعا نحن بنشيلها فم المريض, ممكن يصير فيها ديستورشن, ممكن تتشوه, لانه حتى بعد السيتنج ما راح تكون هارد,
فطبعا لو تركناها فتره ممكن تتشوه بسبب الانترنال ستريسز، الضغوط او الجهود الداخليه الموجوده داخلها. فالامور هي كلها تعطينا نوعا ما، طبعا طبعا خليني اقول التسجيل عم يكون اقل دقه. طبعا هذا غير انه لما المعمل يحاول يثبت على الارتكيوليتر ويحط الواكس ريكورد بين الابر واللور كاست، ممكن يضغط شوي فالواكس حيتشوه، لانه هو اصلا ما يعني ما هو هارد افتر سيتنج. فهذا الشيء هي من السلبيات الكثيره الموجوده بالواكس. طبعا الواكس في منه اشكال كثيره، في عندنا طبعا البينك واكس او الموديلنج واكس العادي، في عندنا الواكس اللي باللون الاخضر اللي هو الالو واكس اللي هو سبيسيفيك فور بايت ريجستريشن. هذا طبعا مقوى بالالومنيوم اوكسايد بارتيكلز، هذا الشيء بيخليه مور هارد افتر سيتنج، هذا الشيء بيعطي مقاومه اكثر للانضغاطيه. الان الماتيريال اللي بعدها اللي هي زنك اوكسايد انجينول امبريشن بيست، طبعا هي طبعا سبيسيفيك امبريشن ماتيريال فور كومبليتلي ايدنتشرس بيشنت، لحالات الكومبليت دنشر، هي ماتيريال مخصصه كاز فاينل امبريشن ماتيريال، ولكن في شركات دخلت عليها تعديلات ممكن تستعمل ك طبعا بايت ريجستريشن ماتيريال. ايجابياتها كثيره، سهله بالتعامل، بريديوس اكوريت سيرفيس ديتيلز، تعطينا طبعا تسجيل دقيق جدا، مثل ما هي دقيقه كفاينل امبريشن هي دقيقه كبايت ريجستريشن ماتيريال. طبعا الفلو للماتيريال ما هي فيسكوز، وبالتالي ما بتعطيني ريسيستنس عاليه لما البيشنت يقفل. طبعا الماتيريال بعد السيتنج ويل بي ريجيد، حتكون هارد. بالمقابل السيتنج تايم، رغم انه في شركات حاولت تسرعه ولكن بياخذ وقت اكثر شوي، بهذا الوقت ممكن المريض يتحرك شوي وهذا الشيء حيأثر على الريكورد. طبعا الماتيريال بريتل، ممكن تتكسر لما نشيلها من فم المريض او لما نركبها على الكاس، ممكن تتكسر اجزاء منها بسهوله. والنقطه الثالثه انه ممكن ماي ادهير تو ذا اوبوزنج تيف، ممكن تلتصق مع الاسنان المقابله، وبالتالي هذا الشيء حيأثر على دقه الريكورد. الاكريليك ريزن، طبعا الاكريليك ريزن طبعا هي ماتيريال اكوريت، بتعطينا هاي ديتيلز، بتكون ريجيد افتر سيتنج، ولكن بالمقابل سلبياتها كثيره، واستعمالها كثير قليل بفم المريض. طبعا هي ماده فيها تخريش عالي، الماده طبعا دايمنشنال انستابل، تتغير ابعادها بشكل سريع بسبب طبعا ممكن يصير فيها شرنكج. الماتيريال طبعا لما تكون ريجيد افتر سيتنج طبعا هي اساوتها زياده، وبتكون نوعا ما فيها رفنس خفيفه، فممكن تعمل دامج للدايز بحالات طبعا الفيكس، حالات الكراونز والبريدج، وبهي الحاله يفضل انه ما نستعملها. طبعا هي واللي سبق ذكره اللي هو الامبريشن كومباوند، كمان مفترض ما نستعملهم كبايت ريجستريشن ماتيريال بحالات طبعا الكراونز والبريدج. الان اخر ماتيريال ممكن نستعملها كبايت ريجستريشن ماتيريال اللي هي الالاستوميريك انتر اوكلوزال ماتيريال. طبعا هي الماتيريال طبعا هي الموست دايمنشنال ستيبل، اكثر من مواد ثابته الابعاد، ما بتتغير ابعادها، ايزي تو مانيبيوليت، وسريعه مثل ما شايفين. طبعا هي على الاغلب بتكون طبعا هي عباره عن دبل تيوب ومع اوتوميكس تيب، هذا الشيء بيسهل انه نعمل انجكشن نحقنها بفم المريض، والسيتنج بيكون خلال اقل من دقيقه. هذا الشيء بيعطينا طبعا هاي اكيوريت ديتيلز، بيعطينا بنفس الوقت طبعا شورت سيتنج تايم، وهذا الشيء اي من اهم الخصائص الموجوده كخصائص البايت ريجستريشن ماتيريال. البيشنت لما يعض ما بيشعر باي مقاومه، تمام. واخر شيء بالنسبه لنا سهل انه نعمل لها تريمينج الزوايا، انه نشيلها بدون ما يصير في عندنا ديستورشن او يصير في فراكتشر للماتيريال. طيب بالمقابل لما نتكلم عن سلبيات، مثل ما حكينا كل ماده لها ايجابيات ولها سلبيات. لما نتكلم عن سلبيات، any compressive force exert on this material during mounting on the articulator may cause inaccuracies during mounting of the cast. بكل الاحوال الماده طبعا ممكن مع الضغط ممكن يصير في ديستورشن بسيط، ممكن تنضغط شوي، وهي من السلبيات الاساسيه. والنقطه الثانيه انه هي المفترض نحن نعمل لها تريمينج بشكل جيد حتى نضمن انه الماتيريال نفسها لما نعمل ماونتنج على الارتكيوليتر تكون منطبقه بشكل كامل على الاوكلوزال سيرفيس اوف ذا اوبوزينج تيث.
طبعا بعد ما انتهينا تكلمنا عن موضوع طبعا الماتيريال اللي بنستعملها بالبايت ريجستريشن ماتيريال كثيره، في خيارات كثير. مثل ما حكينا كل ماتيريال في لها ايجابيات وفي لها سلبيات، ودائما اختيار الماتيريال بناء على الحاله. الان لما نتكلم بشكل كلينيكال بشكل عملي، كيف نعمل نسجل الجيو ريليشن؟ طبعا ما راح ندخل الموضوع الجيو ريليشن، صعب نشرحه بفتره او بمحاضره واحده. الموضوع بيحتاج طبعا في شابترات كامله بالتكست بوك، في محاضرات مطوله عن الموضوع هذا. نحن بنحاول نبسط الموضوع. الان حنتكلم بشكل مختصر ومبسط كيف نعمل طبعا الجيو ريليشن بحالات البارشل وحالات الكومبليت دينشر. الان حنبدا بحالات البارشل دينشر. طبعا الاوبجكتيف بشكل اساسي، ليش نحن بناخذ بحاله البارشل؟ ليش عم نسجل الجيو ريليشن؟ طبعا المفترض نحقق الاوكلوزال هارموني وذ ريمينينج ناتشرال تيث. الاسنان الريمينينج تيث، الاسنان المتبقيه عند المريض، مفترض نقيمها، نشوف اذا محتاجه موديفيكيشن على مستوى الاوكلوجن نفسه، نقيم الاطباق وبناء عليها نحط التريتمنت بلان، خطه المعالجه. لما نعمل البارشل دنشر لازم يحقق الهارموني، لازم يكون منسجم مع باقي الريمينينج تيث. امبروفمنت اوف كاسبال ريليشن، علاقه الكاسبات وعلاقه الاوكلوجن، هذا الشيء حيعطيني طبعا مور مسيكيتوري افشنسي، حيعطيني هاي مسيكيتوري افشنسي. فنحاول نحسن طبعا الريليشن شيب بين الكاسبات. النقطه الثالثه طبعا بعض الحالات لما يكون عندي نقص بالفيرتيكال دايمنشن، نحن ممكن نعمل ريستوريشن، ممكن نرجع نعيد ناسس بالفيرتيكال دايمنشن صحيح عند المريض. اخر شيء اللي هو طبعا كوركشن اوف مانديبولار روتيشن، اللي هو بيصير بسبب اللوس اوف بوستيريور تيث. الان طبعا لما حنتكلم بشكل عملي كيف نسجل الجيو ريليشن، طبعا بحالات البارشل في عندنا خيارين. ببعض الحالات بيكون عندنا ريمينينج تيث، في طبعا في عندي sufficient number of remaining teeth، في عندي عدد كافي. في بعض الحالات بيكون عدد الاسنان المتبقيه قليل. فلما يكون عندي عدد كافي من الاسنان، في عندي طريقتين ممكن اعمل فيهم جيو ريليشن. الطريقه الاولى لما يكون عندي العلاقه واضحه، انا ممكن اعمل direct opposition of the cast، يعني hand articulation بيدي، بشبك الابر واللور كاست على بعضهم، تمام، وهي بتكون ادق من اي ريكورد ثاني. النقطه الثانيه او الخيار الثاني اللي هو في حال كانت العلاقه على الكاسات ما قدرت يعني او شكيت فيها، انا ممكن اعمل انتر اوكلوزال ريكورد وذ ذا بوستيريور تيث ريمينينج. حنعمل الباي طبعا على الاوكلوزال سيرفيس لكامل الدنتال ارش بوجود الاسنان الريمينينج تيث. الخيار الثاني الان لما يكون عندي انا الميسنج تيث اكثر، يكون عندي عدد الريمينينج تيث اقل، بهي الحاله انا مضطر اعمل ريكورد بيس اند واكس ريم. حاستعمل الواكس ريم supported by record base، تمام، بناء عليها حسجل العلاقه مع الاسنان، او حتكون العلاقه بالكامل مسجله بين الابر واللور واكس ريم، يعني ارتفاعات الشمعيه هي حتحدد العلاقه بشكل كامل. طبعا الان حنشوف الحالات وبناء عليها حنحدد شو هي افضل طريقه، طبعا بناء على كل حاله كيف نسجل الجيو ريليشن. الان لما يكون عندي عدد كافي من الاسنان، العلاقه واضحه جدا بين الابر واللور كاست، عندي ببعض الحالات اسنان قليله، يعني ثلاث اربع اسنان هي محتاجه ريبليسمنت، فبهي الحاله افضل طريقه اني اعمل هاند ارتكيوليشن، يعني اني اشبك الكاستات على بعضها، او اني اعمل تطابق بين الكاست اللي فوق والكاست اللي تحت بشكل دقيق. وممكن بوجود البيشنت، بوجود المريض، اتاكد من العضه عنده خلاص. وبهي الطريقه طبعا خاصه طبعا لما يكون عندي اسنان موجوده بالربع الامامي، بالربعين الاماميين والربعين الخلفيين، بهي الحاله حاضمن انه العلاقه حتكون عندي واضحه، تمام. فافضل طريقه اني اعمل مانوال ارتكيوليشن طبعا باي هاند، ثبت الكاسات على بعضهم، وبعدين لازم نثبت العلاقه من خلال طبعا ممكن استعمال السيكي واكس مع البلاستيك او وودن رود، اضبان بلاستيك او اضبان خشب، ممكن مع السيكي واكس نثبت الجيو ريليشن، وبناء عليها حنعمل ماونتنج، حنثبت على المطبق او الارتكيوليتر. الان في حالات بيكون عندنا زايد sufficient number of remaining teeth، ولكن بنفس الوقت العضه على الكاسات غير واضحه، تمام. فبهي الحاله بدنا نلجا ل انه نعمل انتر اوكلوزال ريكورد. ممكن نستعمل الواكس، ممكن نستعمل الماتيريال الثانيه مثل الميتال اوكسايد، حنتكلم عنها. لما نتكلم عن الواكس انتر اوكلوزال واكس ريكورد، طبعا هي الطريقه اللي هي الموست كومن ميثود.
طريقه بتعتمد انه نعمل سوفتنينج بشكل متساوي على كامل الواكس، بنحطه على كامل الاوكلوزال سيرفيس للدنتال ارش، ونطلب من المريض انه يعض بالسنتريك ريليشن. ننتظر شوي ليبرد الواكس، وبعدين حنشيله نبرده لحراره الغرفه، بناء عليها ممكن نحطه بين الابر واللور كاست، وبناء عليها حنعمل ماونتنج على الارتكولات. هي الطريقه على الرغم من انه هي اكثر طرق شائعه، ولكن مع الاسف فيها سلبيات، فيها ديس ادفانتج، فيها هي طبعا كاكيرسي لها في عليها كلام. طبعا it's the least accurate method. Bulk and consistency of the wax will affect the accuracy. طبعا الواكس الزايد الاكسس واكس ممكن يعمل كونتاكت مع الميوكوزا، فممكن يعمل ديستورشن للميوكوزا، هياخذ شكل غلط. لما نروح ننقلها للكاست ما راح ينزل الواكس ريكورد بشكل صحيح. فالمفترض نحن طبعا بهي الحاله كمان انه نعمل تريمينج، نشيل الاكسس الزوايد اللي من جهه البكل وجهه اللينجوال. اخر شيء طبعا الواكس كماتيريال مثل ما حكينا من شوي، هي طبعا يعني دايمنشنال ستابيليتي قليله، فهي نفسها بتتغير ابعادها، فهي نفسها ممكن نحن عم نركب على الارتكيوليتر يصير فيها ديستورشن، ممكن تتشوه. الان الطريقه الثانيه انه نعمل ريكورد بين الاوبوزنج تيث، بين الابر واللور تيث، باستعمال واحده من طبعا الميتال اوكسايد بايت ريجستريشن ماتيريال مثل زنك اوكسايد اند يوجينون بيست امبريشن بيست اللي حكينا عنه. طبعا ممكن ببعض الحالات او في طريقه مثل طريقه جونز بايت فريم ورك انه يكون في له حامل كارير انه يعمل سبورتنج للماتيريال لحتى ما يصير فيها اي ديستورشن. هذا الشيء طبعا نوعا ما بيعطيني مور اكوريت ريكورد، يعني هي حتكون ادق من انه سجلها بالواكس. الان شو هي الحالات، طبعا الحالات اللي نضطر نعمل فيها ريكورد بيس، لما يكون عندي طبعا الميسنج تيث، عدد الاسنان المفقوده كبير شوي، فانا طبعا اصلا اعمل بارشل دنشر، فبهي الحاله لحتى اسجل الجور ريليشن المفترض يكون في عندي واكس ريم. الواكس ريم ممكن يكون سبورتد باي ريكورد بيس، او ممكن يكون سبورتد باي ميتاليك فريم ورك اوف ذا بارشل دنشر. طبعا شو هي الانديكيشن لحالات اللي بعمل فيها الواكس ريم؟ لما يكون عندي طبعا وان اور مور فري اند سدل، when the edentulous area is large، عندي long span edentulous area، فبهي الحالة طبعا the remaining teeth أقل، وبالتالي الجور ريليشن بهي الحالة بتعتمد بشكل أساسي على الواكس ريم. نقطة ثالثة، لما يكون في عندي أنا opposing teeth الأبر واللور، ولكن ما بيكون في بيناتهم أي contact، يعني بيكون مثلا أنا المريض عنده مثلا من جهة left side عنده طبعا ال remaining teeth الأبر، من جهة الرايت سايد مثلا ريمينينج تيث لو على باللور عم تكون جهة الرايت سايد، فبتكون الاسنان تتداخل، ما في عندي اي اوكلوجن بين الاسنان. طبعا الان بهي الحالات مثل ما شايفين الحالة اللي امامنا، طبعا في عندي فري اند سدل بالابر وباللور، فبهي الحاله انا عملت ريكورد بيس اند واكس ريم ابر اند لور. طبعا بالبدايه حثبت الابر، اضبط الابر واكس ريم مع مستوى الاسنان تماما، مع مستوى الاكلوزال بلين للابر تمام، وبعدين ممكن افتح في نوتش بشكل حرف في على الابر واكس ريم تمام. اللور واكس ريم بقصره تحت مستوى الاطباق بحوالي 2 ملي، 1 ل 2 ملي، بترك سبيس للبايت ريجستريشن ماتيريال، ومثل ما شايفين من خلال الزنك اوكسايد اند يوجينال بيست تمام عملنا ريكوردينج تمام. بهي الطريقه طبعا اعتمدنا بشكل كامل على علاقه الواكس ريم الابر مع اللور. الان نشوف الحاله، هي مريض عنده بالابر طبعا كينيدي كلاس 3 موديفيكيشن 1، باللور عنده كلاس 1، فملاحظ بهي الحاله طبعا عندنا posterior teeth missing. فبهي الحاله انا مفترض كخطوات حاضبط الواكس ريم الابر مع مستوى الريمينينج تيف مع مستوى الاسنان طبعا، اللور رح اتاكد انه طبعا الميتال فريم ورك فيت نازل مكانه بشكل صحيح، وبعدين الواكس ريم اللي ورا رح نزله عن مستوى الاطباق حوالي 1 ملي بهالشكل، حتى يكون في فراغ بينه وبين الاوبوزنج تيف او الاوبوزنج واكس ريم حسب كل حاله طبعا. بعدين هدرب البيشنت يعض بالسنتريك ريليشن تمام، وطبعا هضيف البايت ريجستريشن ماتيريال فوق اللور بوستيريور واكس ريم اللي انا عملت سبيس لحتى اقدر اضيف
البايت ريجستريشن ماتيريال راح اضيفها تمام وخلي البيشنت يقفل بالسنتريك ريليشن وبناء عليها الماتيريال ويل ريكورد ذا اوكلوزال ديتيلز اوف ذا ابر بوستيريور تيث. الان اخر حاله من حالات البارشل هو لما يكون عندي مثلا حاله كومبينيشن سيندروم او حالات الكومبليت اوبوزينج تو بارشل دينشر بين حالات الجوريليشن ريكورد ويل بي ميد انتايرلي اون اوكلوجن ريمز، يعني الاعتماد بشكل اساسي على الواكس ريم الابر مع اللور، على علاقه الواكس ريم الابر مع اللور. الاسنان وجود الاسنان راح يكون فقط لحتى نضبط الفيرتيكال دايمنشن. فالان الانديكيشن لما يكون عندي الاوبوزينج ماكسيري دنشر از تو بي ميد وذ ا مانديبولر ريموفبل بارشل دنشر مثل الحاله اللي شايفينها بالصوره تمام، او ببعض الحالات كمان لما يكون عندي انا الاسنان مثل ما تكلمنا من شوي اسنان قليله جدا الريمينينج تيث وهي بالداخله يعني ما في كونتاكت بيناتها مثلا الابر على اليمين واللور على اليسار، فبهي الحاله لا المفترض الاعتماد بشكل كلي على الواكس. الان سؤال كثير بيواجهنا بناء على حاله كل مريض، متى نعتمد على متى نحاول نسجل وضعية السنتريك ريليشن ومتى نحاول نعتمد على الماكسيمال انتركاسبيشن بوزيشن، متى نسجل السنتريك ريليشن ومتى ما نخلي المريض فقط انه يعض بالسنتريك اوكلوجن تمام. الان السنتريك ريليشن لما يكون طبعا عندي الميسنج تيث كثيره الريمينينج تيث اقل، الاوكلوجن اصلا مو مزبوط محتاج تعديل، حنعمل مثل حالات فول ماوث ريهابيليتيشن. لما تكون عندي الـ posterior teeth missing مثل الصورة اللي شايفينها على اليسار ف no remaining posterior centric stops. لما يكون عندي حالة مثلا complete أو partial involve the entire occlusion أنا ما عمليا باقي عندي سنين أو ثلاثة والباقي كله حيكون اعتماد أو أنا بدي أسس أطباق الـ complete والـ partial denture، فبهي الحالة طبعا ما في عندي علاقة بين الإنسان مضطر أرجع على centric ريليشن. لما يكون في عندي خلل بالفيرتيكال دايمنشن ومحتاج اني اعدل اعمل ريستورينج اور انكريزينج للفيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن، اند فاينلي ان كيسز اوف تو سيرفيس لوس لايك ايروجن اتريشن اند ابريشن، هي الحالات المحتاج انا ارجع اعمل طبعا ريكونستراكشن للاوكلوجن سيرفيس، فمضطر اعدل الاوكلوجن سيرفيس الاسنان، وبهي الحاله المفترض اني اعدل الفيرتيكال دايمنشن واعدل طبعا واعتمد على السنتريك ريليشن. الان متى بالمقابل رح نعتمد على وضعيه علاقه الاسنان الموجوده عند البيشنت الماكسيمال انتركاسبل بوزيشن؟ لما يكون عندي ستيبل اوكلوجن، لما يكون عندي طبعا سفيشنت نمبر اوف ريمينينج تيث وذ كلير اوكلوجن، اوكلوجن جدا واضح، لما يكون عندي بوستيريور سنتريك ستوب، لما طبعا يكون نو ريزن تو تشينج ذا كارنت اوكلوجن، عندي الاوكلوجن مضبوط وما انا محتاج اعدل عليه، ما في عندي اتريشن ما في عندي ابريجن، هي الامور كلها طبعا المفترض لو الاوكلوجن عند المريض واضح جدا فانا بعتمد على وضعيه العضه اللي هي بعضه البيشنت اللي هو متعود عليها اصلا، ما في داعي لارجع للسنتريك ريليشن، وان كان طبعا هو الفرق غالبا بيكون ضمن حدود نص ل 1 ملم، ولكن يفضل المريض اللي عنده الاطباق واضح جدا نحن نعتمد على وضعيه ماكسيمال انتركاسبيشن بوزيشن. طبعا هذا الشيء بيتطلب وجود البوستيريور تيث تكون موجوده ما تكون ميسنج، يعني حالات كلاس 1 كلاس 2 كينيدي، هاي الحالات قولا واحدا حنعتمد على السنتريك ريليشن. الان في الختام طبعا حنتكلم بشكل سريع عن الجور ريليشن في حالات الكومبليت دنشر، طبعا موضوع واسع جدا انا رح ابسط الموضوع احكي بشكل سريع. الخطوات طبعا اللي امامنا تشيك ذا ريكورد بلوكس، حنشيك على الريكورد بيس فم البيشنت تكون مريحه، نشيك على الاكستنشن ريتنشن اند ستابيليتي اوف ذا ريكورد بلوكس، طبعا البيشنت لازم يكون المريض يكون مرتاح حتى لما نسجل البايت يكون المريض مرتاح ويعض نفس العضه الاصليه عنده. ادجستمنت اوف ذا اوكلوجن ريم، حنعدل الواكس ريم، حنحدد الهايت اند اورينتيشن اوف ذا اوكلوجن بين، حنعدل على الفيشل كونتور طبعا، وهذا الشيء اللي بيعزز الناحيه الجماليه عند مريض الكومبليت دنشر. بعدين حنرسم الجايد لاينز حنتكلم عنها بعد شوي، بعدها حنحدد الـ vertical dimension of occlusion عند البيشنت، وبعدها حنسجل الـ centric relation. طبعا الان لما نعدل طبعا نحن بعد ما نعمل checking للـ record bases نتاكد انه البيشنت comfort with the record base and
the record base is well extended, ما في عندي over extension, ما في عندي مشاكل, ما في عندي poor retention, the record base is stable in place, ثابتة مكانها, ما في أي حركة. بهي الحالة ممكن طبعا ننتقل لخطوة ال adjustment of the work stream. طبعا حنبدأ بالmaxillary work stream, نعدل بالبداية labial surface للwork stream, ممكن نزيد أو نشيل works حتى طبعا نحقق طبعا ناحية جمالية عند المريض. هذا الشيء طبعا حنعتمد على ثلاث نقاط: fullness of the upper lip, تكون ال upper lip تكون full, filtrum طبعا should be depressed, يعني الشفة ما تكون موجودة كثير للأمام, لا الفلترم حتكون حتبقى depressed. آخر شيء النازو ليبيال أنجل, الزاوية هي حتكون 90 درجة. بعدها حنحدد ارتفاع الأكلوزال بلين بالأبر دينشر. طبعا عادة الأكلوزال بلين حيكون مستوى حوالي 1 ل 2 ملم تحت طبعا الشفة العلوية تحت الأبر ليب, لما يكون البيشنت أتريست, لما يكون البيشنت مسترخي تماما. طبعا هذا عند البيشنت اللي طبعا طول الشفة عنده طبيعي بالحالات الطبيعية يعني. طبعا حتى نعرف شغلنا صحيح ولا لا, المفترض ممكن نطلب من البيشنت يتكلم, يعد مثلا 50 51 52. حرف الاف بيخلي المريض طبعا بيخلي المريض يلامس الشفه السفليه اللور ليب مع الانساز الايدج اوف ذا ابر واكسليم. وبهي الحاله طبعا حنتاكد انه البوزيشن اللي عندنا والهايت والبوزيشن اوف ذا ليبيال سيرفيس از كوركت. بعدها طبعا كيف طبعا حددنا ارتفاعه من جهه الامامي 1 ل 2 ملي تحت الابر ليب لما يكون البيشنت اتريست. من الخلف كيف حدد ارتفاعه؟ صعب, ما في عندي جايد لاين حدد بناء عليه ارتفاع الواكسليم من جهه الخلف, فلح اعتمد على الاورينتيشن اوف ذا اوكلوزال بلين. يعني لو حطيت انا تو رولرز مصرتين, مصر على الانتيريور واكسليم, مصر على الانتربوبيلري لاين بين حدقه العين اليمين واليسار, فلازم يكون الخطين هذول متوازيين. هذا الانتيريور حيوازي الانتربوبيلري لاين, البوستيريور حيوازي الالاتريجوس لاين. بهذه الطريقه بتحدد عندي انا ارتفاع البوستيريور ابر واكسليم. بالنسبه للور طبعا جهه الانتيريور المفترض نخلي البيشنت ريلاكس, وحنضبط الواكس ريم مع مستوى الكورنرز اوف ذا ماوث لما يكون البيشنت ات ريست مثل ما شايفين بالشكل هذا. بالخلف حيكون ارتفاع الواكس ريم تقريبا على مستوى هاف تو تو ثيرتس, من نص لثلثين الريترومولر باد. المفترض ما يرتفع الواكس ريم من اللور, يرتفع فوق الريترومولر باد, فهذا الشيء حيكون في صعوبه بالماستيكيشن عند البيشنت, حيكون في خطا بالاوكلوجن. الآن هذا الشكل طبعا مفترض نوصل لهذا الشكل, يكون الأبر واللور واكسلين منطبقين على بعضهم بشكل كامل. مثل ما طبعا حيكون الوقت غالبا الاكلوزال بلين حيكون بيوازي الأبر واللور جو, حيكون النهاية الخلفية لا اللور واكسلين على مستوى half or two thirds of retromolar bar. خطوة الثالثة طبعا حنرسم الجايدلاينز, حنرسم خطوط على الواكسلين لحتى نساعد اللي هيعمل السيتنج اب. فنحن نرسم السنترال لاين اللي هو الميد لاين, الهاي ليب لاين, والكناين لاين. طبعا شوف عقلتهم بالنسبه لنا السنترال لاين اللي هو طبعا الميد لاين اللي هو بيحدد لي الكونتاكت لاين بين التو ابر سنترال انسايزرز. الكناين لاين ممكن تساعدني بتحديد الويدث اوف ذا 6 ابر انتيريور تيث, عرض الاسنان الاماميه السته, من خلال ممكن نجيب واير سلك ونقيس المسافه بين الخطين على الواكس ريم, فبهذه الطريقه بيطلع عندي عرض ال 6 ابر انتيريور تيث. بالنسبه للهاي ليب لاين حتى نقدر نخلي طبعا النيك اوف ذا ابر انتيريور تيث ماشي مع الهاي ليب لاين اللي هو السمايل لاين عند البيشنت, لحتى نتجنب انه يصير في عندنا جامي سمايل. الان الخطوه الرابعه حنسجل الفيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن. طبعا دائما البيشنت عنده تو تايبس اوف فيرتيكال دايمنشن, طبعا سواء الدنشلس patient or completely edentulous patient, يعني سواء البيشنت مريض اللي عنده اسنان او اللي ما عنده اسنان, في عنده وضعيتين. vertical dimension of rest لما يكون البيشنت مسترخي after talking swallowing or chewing, المريض مرتاح, فحيكون في separation, في space خفيف بين الاسنان حوالي تقريبا 2 ل 4 ملي. تمام, الان لو قسنا vertical dimension بهي الحاله بنسميه vertical dimension of rest. لما يعض البيشنت لما يقفل vertical dimension of occlusion. تمام, طبعا الواضح انه الاكبر فيه انه الفيرتيكال دايمنشن اوف ريست, والفرق بيناتهم من 2 ل 4 ملي اللي هو بنسميه فري واي
سبيس اللي هو حيكون موجود بالنسبه لمريض الاجهزه الكامله، حيكون موجود بين الارتفاعات الشمعيه اللي فوق واللي تحت. لما يكون البشره مسخن حنشوف مسافه حوالي 2 ملي بين الابر واللور واكسلين. طبعا كيف الان كيف حنقيس المريض طبعا ما عنده اسنان؟ فاصلا الفيرتيكال دايمنشن اوف ريست لازم سجله، وبناء عليه راح اخذ الفيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن اللي حيكون انقص ب 2 ملم. فالان كيف عند المريض اللي خسر اسنانه كلها كيف احدد الفيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن؟ طبعا في عندنا الفانكشنال ميثودز، في عندنا اكثر من طريقه بس حنركز على الطريقه العمليه اللي هي الفانكشنال بيرفورمانس ميثود. ممكن يخلي بيشنت يسترخي يتنفس، ياخذ نفس عميق ويسترخي. ممكن نطلب منه طبعا سم ليبيان ساوندز، يعني يعمل لنا اصوات مثل حرف الام بشكل مطول. ممكن يعطي البيشنت الريست بوزيشن، فنحن بنكون رسمنا نقطه على التيب اوف ذا نوز، نقطه على التيب اوف ذا تشين، وبنقيس المسافه بيناتهم. هذا اللي هو الفيرتيكال دايمنشن اوف ريست. ممكن طبعا خلي بيشنت يبلع وبعدين يسترخي، حنقيس المسافه. ممكن ببعض الحالات لحتى نتاكد من صحه التسجيل نعتمد على الكلوزست سبيكينج سبيس اللي هي اقرب مسافه كلاميه. لما يتكلم المريض لما يقول الاس ساوند حيكون طبعا المانديبل قريبه من المكزيلا ولكن without contact بين الابر واللور واكس ريم. فبهي الحاله حيظل في عندي مسافه 1 ل 2 ملم مكان البري مولرز، فهي هي الكلوزست سبيكينج سبيس. ممكن تساعدني اني اعمل تشيكينج اوف ديترمينيشن اوف فيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن. طبعا لما نحدد الفيرتيكال دايمنشن اوف ريست مثل ما شايفين من خلال النقطتين هدول، فحنطلع فوق ب 2 ملي. المفترض هاي النقطه ترتفع 2 ملي لحتى طبعا بوعيه الاوكلوجن حتى يكون الفيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن صحيح. فانا المطلوب مني اني اضبط الواكس فريم عدله بشكل ينقص الفيرتيكال دايمنشن اوف ريست 2 ملي وصولا الى الفيرتيكال دايمنشن اوف دايمنشن اللي هو الصح اللي هو المطلوب منه. يعني فرضا لو قسنا الطول طلع حوالي 70 ملم مثلا، المفترض انا عدل الواكس فريم حتى لما يعض المريض ويقيس المسافه بين التو بوينتس حتكون المسافه 68 ملم. طبعا هي رينج من 68 ل 66. الخطوه الاخيره اللي هي طبعا تسجيل الجيو ريليشن الهوريزونتال جيو ريليشن من خلال انه نحط طبعا بايت ريجستريشن ماتيريال جهه البوستيريور لور واكس ريم. ونخلي طبعا نفترض ندرب البيشنت في البدايه لو نشوفها كخطوات عمليه. بالبدايه طبعا حددنا الفيرتيكال دايمنشن، تاكدنا انه الابر واللور واكس ريم من جهه الاكلوزال سايد يكونوا منطبقين على بعضهم بشكل كامل حتى ما يصير في عندي شيفتنج او اي ديسبيسمنت للريكورد بيس. الخطوه الثانيه حدرب البيشنت، اعمل له تريننج، درب البيشنت كيف يقفل بالسنتريك ريليشن. الخطوه اللي بعدها طبعا بكل الاحوال المفترض ارسم لاينز، يعني مثل كونفرميشن لاين، اتاكد انه اللاينز اللي رسمتها على الابر واكس ريم اللي هي الكنان لاين انا ممكن اعمل لها اكستنشن على اللور واكس ريم حتى لما يعض المريض اعرف انه عض بشكل صحيح. بعدين هعمل ريدكشن من اللور بوستيريور واكس ريم 1 ل 2 ملي، اترك فراغ بين جهه البوستيريور بين ال 1 ل 2 ملم بين الابر واكس ريم وبين اللور بوستيريور واكس ريم. هذا الفراغ اللي عم نتكلم عنه. طبعا بهي الحاله بتصير وظيفه الانتيريور واكس ريم اللور انه تعمل كونتاكت مع الابر وتحفظ الفيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن، وراح اضيف السوفت واكس او البايت ريجستريشن ماتيريال، وبناء عليها راح اعمل ريكوردينج للسنتريك ريليشن. طبعا حنعمل مفترض نعمل في نوتش او مثل ما يزيد بالابر واكس ريم، وضيف البايت ريجستريشن ماتيريال اللي هي بالصوره هنا السوفت واكس، ونخلي المريض يعض بشكل السوفت واكس راح يطبع جهه الابر بوستيريور واكس ريم. بعدها ممكن شيلها من فم المريض، اغسلها بشكل كويس وثبتها بالستيكي واكس. تمام، حنقل الريكورد بيس على الكاستات، وتاكد انه لما اقفل الابر واللور كاست على بعضهم يكون الكونتاكت كاملا على مستوى الواكس، ما يكون في كونتاكت على مستوى الكاست او خاصه من ناحيه البوستيريور. واخر شيء حنعمل ماونتنج نثبت على الارتكيوليتر. طبعا انا حاولت خلال المحاضره، اعذروني على الاطاله، طبعا هذا انا حاولت اختصر كثير ولكن الموضوع جدا واسع. حاولت قدر الامكان لم بالموضوع سواء الماتيريالز اللي ممكن نستعملها ك انتر اوكلوزال ريكوردينج ماتيريالز، ومثل ما حكينا في لها بروبرتيز كثير، في لها ادفانتج لكل ماتيريال، في لها ادفانتج وديس ادفانتج، وبناء على الكلينيكال
ريكويرمنت بناء على وضعيه الحاله. انا ممكن اختار الماتيريال الانسب للمريض بناء على الحاله، هذه هي طبعا كومبليت، هذه هي بارشل، هذه هي فيكس بروسيسز. ممكن انا اختار الماده بناء على الريمينينج تيث. هي النقطه الاولى. النقطه الثانيه التكنيكس، سواء بحالات البارشل لما يكون عندي انا طبعا فيو ميسنج تيث اسنان قليله، فانا ممكن اعمل هاند ارتكيوليشن للكاستات. في حال كان اكثر انا ممكن اعمل انتر اوكلوزال واكس ريكورد او انتر اوكلوزال ريكورد باي يوزنج ميتال اوكسايد بيست، او ممكن بالحالات اللي لما يكون عندي انا ميسنج تيث اكثر انا مضطر اعمل ريكورد بيس اند واكس ريم، واعمل الريكورد على ريكورد بيس. بتمنى طبعا يكون الموضوع حقق الفائده المطلوبه، وبنشكركم جزيل الشكر على المتابعه احبائي متابعين مجموعه طب الاسنان مباشر، والشكر موصول للدكتور العزيز والاخ الغالي الدكتور مازن على الدعوه المباركه، واتمنى ان شاء الله تكون المحاضره حققت الفائده المرجوه. شكرا جزيلا.